الله الله على الجمال والروقان والذوق الراقي. حبايب قلبي غاليين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده فيديو جديد وسيده جديده. اول فيديو كده حبيت ان انا احط لكم الحاجات الحمراء الجميله اللي تدل على الحب، وده حبي ليكم. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا اعز واغلى اخوات في الدنيا. النهارده فيديو جديد وسيده جديده. سيده النهارده زي ما قلت لكم في فيديو امبارح ان هيكون في فيديو النهارده حلو جدا جدا. يمكن الفيديو صغير ولكن فيديو حلو جدا، عايزكم تكملوا الفيديو للآخر، فيه بجد شوية تفاصيل وفيه شوية حاجات حلوة جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش دعمكم ليا باللايك الغالي منك، وكمان الكومنت اللي بتحفز بيه. ولو انتي اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده، اكيد طبعا يسعدني وجودك معايا وتنوريني وتنوري عيلتي الكبيرة، واشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس على الكل بعد ما تشتركي علشان يوصلكوا كل جديد مني، وطبعا وجودكم ده شرف على دماغي من فوق. يلا بينا نخش في الفيديو النهاردة. واول حاجة هي السيدة ابتدت بيها، وهي غرفة النوم عندها تنظيف وترتيب غرفة النوم. طبعا كالملايات بتشيلها وحطتها على طول علشان تتغسل، وبعد كده مسكت بقى كل الغرفة مسحتها كده مسحة حلوة ونظفتها. عندنا هنا ظهر السرير ما هواش يعني زي الظهر بتاع السرير العادي، هي اخداه من اول الحيطة لاخر الحيطة، وده طبعا ستايل جديد او فيه حاجات جديدة. يعني في ناس كتير ابتدت ان هي تطبق الشغل الجديد المودرن ده، اللي هو بيكون السرير من غير ظهر خالص، ولكن الحيطة هي اللي بيكون عليها الشكل علشان تديكي كأنه ظهر السرير زي ما انتوا شفتوا من اول حيطة لاخر الحيطة. هي منجداه كابوتينيه وعاملاها بالاستانلس، فتقدروا انكم انتوا لو بتجددوا بيتكم او انت عروسة مثلا بتعملي، ممكن تعملي ظهر السرير بتاعي كده. وعادي جدا تقدري السرير يفتح معاكي لو انت عايزاه يفتح لفوق ميكاريزما، او تحطي مولل او اي حاجة عشان لو حبيتي تحطي اي حاجة من تحت السرير. بعد ما نظفتها بقى كانت بتفرز كل الهدوم بتاعتها زي ما شفتوا كده، فرزت كل الحاجات اللي هي مش عايزاها او مش هتلبسها شالتها، والحاجات اللي هي جايباها جديد او الحاجات اللي هي هتستخدمها سواء ليها زي ما انتم شايفين او لزوجها، ابتدت كده تعلقهم وتنظمهم بشكل حلو وبشكل لائق كده يكون شكلهم حلو. وبعد كده بقى فازت الزهور بتاعتها او فازت الورد بتاعتها، هتبتدي ان هي تغير شكل الفازة الكريستال بتاعها وتحط كريستال تاني مع الزهور الحلوة اللي انتوا شايفينها. طبعا زي ما شفنا في يمكن في فيديوهاتنا كلها السابقة قبل كده، ان الزهور دي بتكون حاجة من شكليات، لا ومش كده بس، لا هي كمان بتديكي طاقة ايجابية، ودايما بيخليكي عندك اصرار وعزيمة كده انك انت عايزة تقومي تشوفي اللي وراكي او تنظفي بيتك لما بتحسي ان في زهور في قلب البيت. ان طبعا عارفين ان اكيد لو هي كمان زهور طبيعية بتديكي طاقة ايجابية حلوة. تعالوا بقى هنا نشوف الروتين بتاعها بتاع التويلت او بتاع الحمام. هتبتدي كده ان هي تنظم الدرف بتاعت الحمام زي ما انتوا شفتوا برعاية المنظمات الاكليريك اللي احنا يمكن شفناها في اكتر من فيديو قبل كده. طبعا مش كل الناس اللي بتجيب المنظمات الاكليريك دي، ومش كل الناس اللي بتحط حاجاتها في منظمات، ولكن الفكرة هنا ان احنا عايزين نكون حاجاتنا تكون منظمة بشكل افضل او بشكل احسن يعني او باستمرار. طبعا دي كل الحاجات بتاعت التويلت زي ما قلت لكم. وبعد كده الدرج بقى بتاعها هي او مختصتها هي او الحاجات اللي هي مفروض بتاعتها، ودي حاجات زوجها. فزي ما قلت لكم التنظيم بيكون حلو جدا لما بتكوني منظمة الحاجة كده، وبتكون مثلا عارفة كل حاجة انت حطاها ازاي او شكلها عامل ازاي، صدقيني انت بتكوني مرتاحة جدا. عكس مثلا لما بتكوني مثلا حاطة حاجات يعني جايبة حاجات وحطاها في اماكن غير اماكنها وتقعدي تدوري عليها بعد كده. تعالوا نشوف هنا بقى كمان الحمام عندها، او خلاص بعد ما هي ما خلصت فبتاخد شاور، فبتقول هو يعني يعتبر الراحة النفسية ليها لما بتحط الكور اللي هي الفوارة دي، او بتهتم مثلا بنظافتها هي
كمثلا تاخد شاور اللي هو عارفين انتم الشاور اللي هو بتكوني عايزة فيه استرخاء كده، اللي هو بتبقى زي ما هي ما قاعدة كده في قلب البانيو او زي ما بتحضر للبانيو علشان يبقى فيه استرخاء. ولكن انا مش مع حتة ان في يكون فيه مشروبات او مأكولات في التويلت على كل حال. يعني طبعا هي هنا كانت عاملة عصير اناناس او اناناس، فاحنا طبعا مش مع الاكل في التويلت على كل حال. تعال نشوف بقى هنا اللي بجد يعني حاجة اول مرة في حياتي اشوفها بصراحة، بكلمكم بامانة. غسيل الفاكهة في غسالة الاطباق. اللي وصل لحد هنا من الفيديو وشاف غسيل الفاكهة في غسالة الاطباق، فقولولي تحت في الكومنتات، فهل ده صح ولا غلط ولا ايه بالظبط؟ ولا حد جرب اللي عنده غسالة اطباق، حد جرب فكرة ان الفاكهة تتغسل في غسالة الاطباق دي ولا ايه؟ وهل هي صحية ما تضيعش الفايدة بتاعتها ولا ايه؟ عرفوني. لان انا مش عارفة هل لو كده هل الفايدة بتاعتها راحت منها ولا لسه موجودة ولا ايه؟ فانتوا عرفوني تحت في الكومنتات. طبعا هنا كانت جايبة شوية مشتريات كمان للمطبخ، وابتدت كده تنظمها زي ما انتوا شايفين، وتحط بقى البقوليات بتاعتها في الخزين كده او في الدرفة بتاعت الخزين. طبعا طبق التسالي ده اللي يمكن كل بيت بيحبه وكل بيت بيستخدمه، لان التسالي دي بتكون شيء حلوة. ولكن هرجع واقول لكم برضو مش كلنا اللي نقدر نجيب بالكميات، ومش كلنا اللي بيبقى موجود عندنا فكرة التسالي، لان ممكن تكون واحدة بتشوفني دلوقتي بتقول لي يا رودي هي تقدر تجيب تسالي، بس انا ما اقدرش اجيب تسالي، انا يا دوبك مثلا ماشية بالعافية او باكل اولادي بالعافية. انا معاك والله في كل ده، بس احنا نقدر ان احنا نجيب ولو تسالي اللي هي حاجات بسيطة، مش شرط او مش لازم انك انت تجيبي تسالي بكميات كبيرة عشان انت تبقى مرتاحة، لا ممكن حاجات بسيطة. فاهمين قصدي؟ هنا بقى كانت بتحضر الاكل بتاعها بعد ما خلصت، فزي ما انتوا شايفين خلصت الاكل بتاعها، وهنا مفروض ده روتين ليها تاني يوم. كانت طبعا الاطباق دي هي كانت جايباها جديدة على فكرة، وده هتشوفوه دلوقتي، بس كانت بتحطهم في غسالة الاطباق. هو المفروض الحاجات دي زي ما انتم شايفين اهي، دي اللي كانت جايباهم جديد، فحطتهم في غسالة الاطباق علشان يتغسلوا. شكل الطبق الابيض ده شكله حلو قوي، يعني اللي قبل ده مش ده على طول، اللي قبل ده شكله حلو جدا، يعني ملفت للنظر كده، وفي نفس الوقت شكله سيمبل وهادي، او يعني شكله جديد. يعني هنا دي قطعة ديكور كده حطيتها زي ما انتوا شايفين على الكتاب. زي ما برضو ما قلت لكم في اول الفيديو ان الزهور شيء اساسي، وهي تعتبر انا اقول سيدة الزهور لان هي بتحب الزهور جدا. تعالوا بقى نشوف الرياضة بتاعتها او الجيم بتاعها، وهي بتلعب رياضة كل يوم، ولكن بتلعبها عندها في البيت مش في الجيم ولا حاجة. فزي ما انتوا شايفين هي لابسة الطقم بتاع الرياضة وعملت التمارين بتاعها، وبعد كده نظفت البيت علشان الطقم بتاع الرياضة خلينا متفقين اللي هو بيسخن اصلا الجسم، وفي نفس الوقت بيخليكي تفرزي كميات كتيرة من الدهون او تبذلي مجهود كبير، فبالتالي لو في اي دهون في الجسم بتنزل. اخر حاجة بقى كانت بتحضر الشنطة بتاعتها علشان كانت رايحة المصيف او عشان كانت طالعة المصيف، فهنشوف دلوقتي هتروح فين او المكان اللي هي راحته، ولكن بعد المقطع ده هنشوف مقطع تاني. وهنا عايزة اقول لكم ان هي لسه يعني سيدة متجوزة قريب، هي حامل دلوقتي، فربنا يا رب يكملها على خير وتقوم بالسلامة. ولكن هي هنا كانت عاملة مفاجأة لزوجها، عيد ميلاد زوجها وهو 33 سنة، فزي ما انتم شايفين حبت ان هي تعمل له مفاجأة كده وبلالين هيليوم بألوان اللون الجولد واللون الاسود، يعني علشان هو شاب او عشان راجل وكده، فهي عملت الالوان اللي انتوا شايفينها باللون الجولد ده. وطبعا دي كانت مفاجأة زي ما انتوا شايفين بالنسبة لي، ف
فطبعا ربنا يخليكم كلكم جميعا ازواجكم ويبارككم ويبارك لكم في بعض ويخليكم لبعض. وزي ما قلت لكم هنا بقى خلاص المفروض ان هي كانت راحت علشان تصيف، وفي نفس الوقت كمان شايفين الجو يعني غير المصيف بقى، شايفين الجو والشكل الحلو ده بجد يعني حاجة تبهر كده من الآخر. ربنا يا رب يرزقنا راحة البال ويكرمنا ويرزقنا برزق أولادنا ونحقق كل حاجة نفسنا فيها يا رب، اللهم أمين. خلص فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون السيدة اللي كانت معايا النهاردة تكون عجبتكم. أشوفكم الفيديو الجاي وأسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.